لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد، قال: باب إن لله مئة اسم إلا واحدة. أظنه إلا واحدا، برضو بالتي؟ لا، ما النسخة دي كلها شيء واحد. حتى شرحه إلا واحدة. عايز يجيبها يجيبها من البخاري نفسه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حافظناه. قال الشيخ الأيمن حفظه الله: مراده بهذا الباب وجوب إثبات أسماء الله تعالى على ما ورد في كتاب الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من التوحيد الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى الإيمان به ووجوب اعتقاده. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ. وقال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أصل البخاري إن لله 100 اسم إلا واحدة، واحدة دي خطأ موجودة في معظم النسخ للأسف. أو التي وصلتنا هي في أصل البخاري وفي نص الحديث 100 إلا واحدة، وما لهاش وجه عربي يعني إلا واحدة. قال: فهذه الآيات وغيرها من مما في معناها تدل على وجوب الإيمان بما لله تعالى من الأسماء الحسنى الدالة على عظيم جلاله وسعة أوصافه، فكل اسم من أسمائه دال على كمال عظمته، وبذلك كانت حسنى. أما الأسماء التي لا تدل على صفات الكمال فليست بحسنى، وكذلك إذا اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص أو دلت على مجرد عالم محض مثل إبراهيم وزيد فلا تكون حسنى حتى تدل على كمال الصفة التي اشتق منها الاسم. اشتقاق معنوي يعني، هذا المصدر. مثل العليم فإنه يدل على أن له علما عاما محيطا بجميع الأشياء لا يخرج عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ومثل القدير الدال على قدرته التي لا يعجزها شيء، والرحيم الدال على رحمته العظيمة التي وسعت كل شيء، أو الرحمن بقى الذي دل على ذلك فإنه كان بالمؤمنين رحيما، وإنما الرحمة التي وسعت كل شيء فيدل عليه اسمه الرحمن على الصحيح. آه
الأسماء التي لا تدل على صفات الكمال والتي اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص، مثل المريد مثلا والمتكلم، هي الحقيقة هذه الدلالة إنما يظنها كثير من الناس من مجرد إطلاق الاسم أو عدم إطلاقه، والحقيقة أن الأمر في الأفعال كذلك، وإنما يستفاد الكلام من ذكر الاسم أو الفعل مقيدا. الحمد لله، يهديكم السلام عليكم. بما ورد مقيدا بما ورد في الكتاب والسنة، فإنها التي تدل على الكمال، فلا فرق بين أن تقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبين الله جاعل رسالته بعلمه. المعنى الله جاعل رسالته في من شاء بعلمه. فرغم أن هذه صيغة اسم، البعض يقول لك لا، الجاعل لا تدل، ليست من أسماء الله. لو قلتها مقيدة، وهذا ليس هناك ما يمنع، الجاعل رسالته في من شاء بعلمه، فهذا هو الذي يدل عليه، سواء عبرت عنها بصيغة الفعل كما وردت في القرآن، أو عبرت بما استعملته العرب جميعها من صيغة الفاعل إذا لمن وقع منه الفعل، فهذا ليس ممتنعا. إنما الذي أدى إلى وجود الشبهة والكلام على الاشتقاق وعدم الاشتقاق في الحقيقة ليس من هذا الباب، يعني أن الشبهة دخلت في الإطلاق وعدم الإطلاق، وإلا فهناك ما ورد بصيغة الاسم وامتنع إطلاقه لابد أن يذكر مقيدا. فلو قلت الله من أسمائه الزارعون لأوهم هذا نقصا وتعددا وأوهم، ولكن أن تقول هو سبحانه وتعالى الزارع لما استنبته الناس، المخرج لهم ذلك من الأرض، فهذا المعنى إيه؟ معنى حسن، مع أن الصيغة وردت إيه؟ زارعون ومنزلون. فلو قلت المنزل فقط أو الزارع فقط، لكن لا يصلح، لكن لو قلت هي الصيغة أكثرها ورد بصيغة الله أنزل من السماء ماء بصيغة الفعل، ولكن وردت في هذه الآية المنزلون، فهل المنزل بإطلاقها من غير ذكر لما وردت به مقيدة في القرآن والسنة لورودها بصيغة الاسم تدل على الكمال؟ نقول لا، لا تدل على الكمال حتى تكون في السياق، وليست القضية أنها وردت بصيغة الاسم أو وردت بصيغة الفعل. ولذلك نجد مثل الإمام الشافعي مثلا في كتاب الرسالة يقول اللهم أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس. وهذا لمن تأمل الرسالة كثير جدا، الرسالة طبعا متواترة على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي من أئمة اللغة ومن أئمة العقيدة ومن أئمة الفقه، ويعني هو إمام من أئمة الأمة على الإطلاق قبل أن تحدث هذه التغيرات اللغوية والكلامية ونحو ذلك. فلذلك المسألة وهناك أسماء وردت متكررة متتابعة لا تحتاج إلى إطلاق إلى تقييد، لأنها بإطلاقها تدل على إيه؟ على الكمال. هو الحي لا إله إلا هو، اسم الحي من معاني الكمال بلا شك، وكذلك الخالق البارئ المصور.
عالم الغيب والشهادة، العليم العزيز الحكيم، كلها وردت مطلقة لأنها تدل على الكمال بإطلاقها. وما ورد وليس هناك امتناع من ذلك. فأما أن تقيد أن بغير ما قيدت به في القرآن، أو أن تطلق مثل المريد والمتكلم والجاعل ونحو ذلك، فإن هذا لا يفيد كمالا. وكذلك ما يوهم النقص مثل الرابع مثلا والسادس، لو أطلقته، هي العبرة أنها جت باسم ولا أنها جردت عن السياق؟ مثل قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لكن لو أنت قلت رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم، لدلك على معنى الإيه؟ المعية، معنى الكمال. المشكلة في أن تطلق ما ورد مقيدا، مما لو أطلق أوهم نقصا أو أوهم إيه؟ يعني ما لا يدل على كمال ولا نقص. وأما أنها تدل على عالم محض، فالصحيح أنه ليس في أسماء الله ما يدل على عالم محض، بل كلها تدل على معان. حتى ما قيل أنه علم على ذات الرب مثل اسم الله، هذا الذي قال فيه البعض أنه اسم جامد، فالصحيح أنه مشتق من الإلهية، الألوهة والإلهية، فهو الإله، الله هو الإله المعبود. وهذا ترجيح كبار أئمة التفسير مثل ابن جرير وغيره نقلا عن السلف، لأن الكلمة كلمة عربية ولها اشتقاق معروف، وتغيير مبنى الكلمة من يعني حذف همزة أو إضافة مادة أو نحو ذلك، أو إضغام حذف، يعني حذف همزة أو إضغام، لا يدل أصلها الإله، إذا حذفت الهمزة وأضغمت اللام في الله، فهذا معنى مفهوم يشتق منه. فلذلك ليس هناك من أسماء هي مجرد علم محض. يقول: وهكذا كل أسمائه جل وعلا. وهذا تفصيل وبيان للباب الثاني من الكتاب، ولكونها حسنى أوجب على عباده دعاءه بها كما يأتي في الباب بعد هذا. توعد الملحدين بها، توعد الملحدين المائلين عن الحق فيها، ممن نسبوا إلى الله أسماء المخلوقين الناقصة، أو نسبوا إلى المخلوقين أسماء الله الحسنى على المعاني التي تليق به سبحانه وتعالى، أو ألحدوا بالنفي. فهذه أنواع الإلحاد التي تشمل ما عند الناس من انحرافات وميل في أسماء الله الحسنى. فمن سموا البشر الآلهة، الإله فلان والإله فلان، وإله الأرض وإله السماء، وأن عيسى هو الإله، وأن الروح القدس هو الإله، وغير مثلا يعني. وكذلك إذا أسموهم بالسميع القريب المجيب، وأن بعضهم هو العلي العظيم، ذلك مما لا يكون إلا لله، فهذا من الإلحاد العظيم في أسماء الله الحسنى. الضار النافع المعطي المانع، لما نجعلها مع بعضها كده. وكذلك أن يصف الله بصفة النقص، أو يسمي الله بصفة النقص، مثل قول اليهود: إن الله فقير، يد الله مغلولة. طبعا دي في الصفات يعني، لكنها قريبة من هذا المعنى. يقول: فيدعى بكل مطلوب بما يناسبه منها.
فيقال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي إنك عفو كريم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، والطف بي يا لطيف، وارزقني يا رزاق يا رزاق، وهكذا. هو الظاهر لا إلا واحدة موجودة عنده كده، قوله إن لله مئة اسم إلا واحدة، التأنيث في لفظة واحد نظرا إلى التسمية أو الكلمة. ها؟ في البخاري؟ لا أنا بتكلم على البخاري نفسه. لا هو في الشرح بيشرح واحدة. قال أو إلى الكلمة كما يقول النحاء الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وقال ابن مالك أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة، وفي بعض رواياته إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف، ذو الجلال والعظمة، وفي رواية ذو الجلال العظيم. كتاب التوحيد آخر كتاب. ده كلام الإمام البخاري في الباب. وفي رواية ذو الجلال العظيم، فيكون العظيم تفسيرا لذو، على الأول تفسيرا للجلال. هو البخاري جايبها النسخة اللي عندنا باب ما إن لله مئة اسم إلا واحدة فعلا. قال فذو الجلال صاحب العظمة الذي لا تقاس عظمته بشيء من خلقه جل وعلا. وأما البر فهو المحسن غاية الإحسان إلى خلقه، الذي يفعل بهم البر، الذي يحسن إليه من غير استحقاق ولا مقابل، فهو بليغ الإحسان إلى خلقه من حيث اللطف في خفاء من حيث لا يعلم. النسخة الجديدة من حيث لا يعلم، وهو الصح كده. اشتغل حتى. واللطف بمعنى الفعل، أنه يلطف بخلقه يحسن إليهم. الإمام البخاري لما ذكر ذو الجلال وأنها من 99 اسما، الإمام البخاري لما ذكر ذلك في الترجمة دل على هذا المعنى، وذكر تفسير السلف الصحابة ابن عباس رضي الله عنه يعني في هذا ذو الجلال، هي ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. خلافا لمن زعم من المعاصرين من أن الأسماء المضافة ليست من 99 اسما، وهذا أمر محدث. وقال
قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أو إذا كانت بذو مثل ذي الطول، ذو الطول وذو الجلال والإكرام، فكل هذه الأسماء يعني من أسماء الله الحسنى يدعى بها سبحانه وتعالى، وهي من 99 والله أعلم. أما من يزعم أن 99 مضافة 99 بالعلم، فإذن هو يزعم أن لله عز وجل 198، ونحن نعلم أن الأسماء ليست محصورة كما سيأتي، ولكن في 99 اسما بل له أسماء أكثر من ذلك، ولكن المقصود أن يجتهد العبد في الدعاء بكل ما يعلم من أسماء الله، فإنه إذا حافظ هذه الأسماء ودعا الله بها وقام بحقها فقد دخل في الحديث، لأن الأسماء 99 التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل لها مشمول يعني ضمن ما هو مولود في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه وحفظناه، هذا كلام تفسير البخاري، من أن المقصود بالإحصاء الحفظ. قال جماعة من العلماء الحكمة في قوله 100 إلا واحدة بعد قوله 99 أن يقرر ذلك في نفس السامع، جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل، دفعا للتصحيف الخطي أو اللفظي. وقوله إن لله 99 اسما، هذا لا يقصد به حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد المذكور، وإنما قصد الإخبار على ما يترتب على إحصائه، على إحصائها وجزائها، أو جزائه جزاء الإحصاء، كما تقول عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة، فلا ينفي أن يكون عندك كتب غيره. فالتقييد بهذا العدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بهذه الصفة، وهي قوله من أحصاها دخل الجنة، يبقى من أحصى هذه 99 دخل الجنة، فهذه الجملة محلها النصب صفة ل 99، ويجوز أن تكون في محل رفع على الابتداء والمعنى إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة. على أي الأحوال أن جملة من أحصاها دخل الجنة وصف للتسعة وتسعين، وليس حصرا لأسماء الله في 99، وإنما ذكر أن 99 هذه لها صفة، لها خاصية، فأسماء الله تعالى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، بدليل ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، حزن أو حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم سميت به نفسك، وفي رواية هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله هما وحزنه وأبدله مكانه فرحا. سنده صحيح. ربيع القلب الذي يتناول من ما فيه من الأرزاق، فالقرآن فيه أنواع أرزاق القلوب على حسب ما يمن الله عز وجل به
على عباده المؤمنين؟ وهذا السؤال بأسماء الله الحسنى بأنواعها المذكورة، أن يجعل الله القرآن ربيع قلب العبد، لأنه إذا حدث له ذلك أغناه الله عن الشيء الذي سبب حزنه وهمه وغمه. فالهم والحزن على شيء من أمور الدنيا، ومن جعل الله له القرآن ربيع قلبه رزقه سبحانه وتعالى من هذا الربيع، رزق قلبه ما يستغني به، فلا يشعر أن شيئا قد فاته، ويحصل له بذلك الفرح، لأن حصول الرزق للقلب من فضل الله عز وجل بالقرآن هو من فضل الله ورحمته. وقد قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإنما ينقص نصيب العبد من القرآن إذا اهتم فقط باللفظ والحرف دون أن يكون له نصيب بقلبه من القرآن. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. وأما نور الصدر فلأن الإنسان يرى الحقائق بهذا النور، يرى الأمور على حقيقتها، فيصغر عنده الصغير، ويعظم عنده العظيم، ويهون عليه الهين، بدلا من أن يحدث العكس. وإنما يصيب الإنسان الهم والحزن بسبب أنه يعظم الحقير أو يحقر العظيم، فتكون عنده النعم العظيمة ولا يشعر بها ولا يشكر الله عليها. وأعظم ذلك نعمة الإسلام. وكذلك إذا عظم الحقير ففاته شيء منه، يشعر بخراب الدنيا ويشعر بضياع كل شيء، ويتمنى الموت ربما، لأنه فاته شيء من الدنيا، من أهل أو مال أو ولد أو رياسة أو جاه أو منصب. من كان يتعلق قلبه بالدنيا فتفوته، فهنا يشعر بالحزن. ولكن إذا صار القرآن ربيع قلبه ونور صدره، ورزقه الله عز وجل البصيرة، فرأى الأشياء على ما هي عليه، لم يحزنه شيء. ما هي مراتب يرتقي فيها الإنسان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يحزن في أول ما نزل عليه القرآن وأرسله الله بالرسالة من انصراف قومه عن الإيمان: ولقد نعلم أنك ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكون في حزن، كما قال سبحانه وتعالى: في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي آخر سورة النحل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلما شرح الله عز وجل له صدره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره، صار صلى الله عليه وسلم في أحلك الأوقات مطمئنا منشرح الصدر، لا يعبأ بما يقع حوله، وكل
تابع له له نصيب بقدر اتباعه وبقدر حصول النور في قلب العبد حتى يرى الحقائق ويفرح بفضل الله ورحمته. ولذلك ينجلي الحزن ويذهب الهم. فسبحان الله، من دعا بهذا الدعاء مع شهود أن العبودية التي الإنسان عريق فيها، فهو عبد ابن عبد ابن أمة، والمرأة تقول اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، وناصيتي بيدك، هذا يدلنا على أننا لا نملك من أمرنا شيئا، وإنما الله عز وجل الذي يأخذ بناصيتنا. حتى التفكير أنت لا تملكه، ولذلك تسأل الله عز وجل أن يأخذ بناصيتك إلى الخير، وأن يرزقك حسن التدبر والتفكر فيما ينفع، ولا تفكر فيما يحزن ويغم ويهم. وكذلك شهود مضاء حكم الله تعالى والعدل في القضاء، لأن الشعور بالظلم يجعل الإنسان متألما، ولكن إذا شهدت عدل الله صغر في عينك ظلم الظالمين وهان عليك ذلك. نعم أنت تبغضه وتكرهه وتكرهه وتأباه لأن الله لا يحبه، ولكن يهون أمره لأن الله حكم عدل. ما الذي يذهب غيظ القلوب؟ أن ينتقم الله من الظالمين والكافرين، كما قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم أنصركم عليهم وإيه؟ اسمع، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هو طبعا لأن هؤلاء غير قادرين على أن يقاتلوا، لأنهم في سلطان الكفار مستضعف وعندهم غيظ قلوب، فلما أخذ الله الكافرين ذهب غيظ هؤلاء المؤمنين، و يعني شفى الله عز وجل صدورهم من الضيق الذي كانوا فيه، لأنه شهد عدل الله. أنت لما تلاقي واحد ظالم وبعدين في الآخر تأتيه عاقبة السوء تقول سبحان الله حكم عدل، فعند ذلك يطمئن القلب. فإذا شهد العبد أن الله عز وجل عدل في قضائه، وأن ما أصابك من مصائب إنما هو من عدله، وأنت تسأله من فضله، فأنت تشهد العدل في كل ما فعل الله. أما الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى قد ظلمه حين حرمه إذا نزل به بلاء قال يا رب لما تفعل بي كذا، ونسأل الله العافية، فهذا هو المحروم فعلا، لأنه حرم من أن يشهد عادل في قضاءك. وكذلك لم يشهد مضاء حكمه وكمال ملكه سبحانه وتعالى، وإنما يحصل اليقين للعبد بشهود الملك، كما قال سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. قال ابن كثير أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بمثل. هذا يدل على أن لله أسماء غير 99، وقوله في هذا الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك معناه انفردت بعلمه فلم تطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. طب من علمه بعض خلقه أو علمته أحدا من خلقك، لماذا لم يقل مثلا من رسلك؟ لأنه لا سبيل
إلى معرفة أسماء الله إلا من خلال الوحي. فنقول هناك من الملائكة من يعلمهم الله سبحانه وتعالى، وهناك من اختصه الله عز وجل بعلم من عنده، ثم في الوحي المنزل من ينكر أسماء من أسماء الله وصفات من صفات الله، فيكون محروما من هذا الفضل. فقد ينتبه بعض أهل العلم لأسماء وردت لم ينتبه لها غيرهم، أو بعضهم ينتبه وبعضهم لا ينتبه. فمن تأمل مثلا الآثار الواردة عن السلف في عد 99 اسما لوجد بينهما اختلافا، وتجد عند هذا ما ليس عند الآخر، وهذا يفيدك في أن تجمع ما عندهم. فقد فتح الله على واحد أو طائفة بفتح معين في استنباط أسماء من أسماء الله من خلال من الأفعال أو من الصفات، ومن فتح الله له في الدعاء بها بصيغة الكمال التي وردت بها، فإن ذلك مما يندر أن يحيط به الخلق كله، مما يندر أن يحيط به الجميع، بل هذا مما لا يمكن أن يحيط به الجميع، وإنما يمن الله به على من شاء من عباده. يقول: وقسم أسماء الله تعالى في هذا الحديث ثلاثة أقسام، أحدها ما سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزله في كتبه. هذا ليس بلازم، أعني أن هذا القسم سميت به نفسك فهو العموم الذي يدخل فيه ما بعده، وكما يكون العطف بالواو يكون بأو، وليس يلزم أن يكون هذا العطف بأو نافيا للأقسام التالية عن أن تكون من القسم الأول. فأسماء الله الحسنى هو سمى بها نفسه كلها، منها ما علمه أحدا من خلقه، ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، لكن كلها سمى بها نفسه. ولذلك لا يصح أن يقال لم ينزله في كتبه، بل الأسماء التي أنزلها في كتبه هي من إيه؟ مما سمى به نفسه. الثاني أنزله في كتبه أو في بعضها فتعرف به إلى عباده، والثالث استأثر به في علم الغيب عنده. يبقى ما سميت به نفسك ده العام، الأقسام يبقى ما علمه أحد من خلقه هو مما سمى الله به نفسه، وأنزله في كتابه مما سمى الله به نفسه، أو استأثر به في علم الغيب عنده مما سمى به نفسه. طيب ما أنزله في كتابه قد علمه أحدا من خلقه، فما علمه الله من الرسل والملائكة وعباد الله الصالحين مما أنزله في كتابه هذا مما علمه الله من أسمائه. عشان كده قلنا هذا الحديث الأقسام الأربعة المذكورة بينها يعني عطف عام على خاص، أعمها سميت به نفسك، عطف خاص على عام. ما أنزله الله في كتابه داخل فيما علمه أحد من خلقه، وداخل في ما سمى به نفسه، ما استأثرت به في علم الغيب عندك ما نزل في الكتاب، لأن الكتاب قد علمه الله أحد من خلقه هذا، ولكنه مما سمى الله به نفسه. قال الثالث استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال: واستأثرت به في علم الغيب عندك، أي جعلته من الغيب،
الذي لا يعلمه غيرك. وليس المراد أنه تعالى انفرد بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزلها في كتابه. قلنا إن كل الأسماء مما سمى الله بها نفسه، فهي كلها ممن فرد هو سبحانه وتعالى بالتسمي بها. وما سماه المؤمنون من الملائكة والرسل وأتباع الرسل هو مما علمه الله عز وجل مما سمى به نفسه، ليس أنهم هم الذين اخترعون أسماء أن يسمون الله. ومن الأدلة على عدم حصرها فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده ما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي الثناء عليه تعالى بما له من أسماء حسنى وصفة عليا. وكذا الأفعال، فإن حمد الله بالثناء عليه ما لا يحسنه الآن، وقال في الرواية الأخرى: ما لم يفتحه على أحد قبله. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وطبعا الثناء على الله يشمل الثناء بالأسماء وبالصفات وبالأفعال. الذي يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغدة. ثناء على الله بإيه؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله. أسألك بعلمك وأستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أسماء. هذا يقصد صفات. وأسألك من فضلك العظيم صفات، تقدر وتعلم أفعال. علام الغيوب اسم الأسماء الله عز وجل. بهذا يتبين أن الأسماء الحسنى غير محصورة في العدد المذكور، وإنما خص ذكر هذا العدد، أو إنما خص ذكر هذا العدد الرسول صلى الله عليه وسلم لما رتب عليه من الحكم أو من الحكم، وهو من أحصاها دخل الجنة من الحكم. فليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، ولا يدل على أنه ليس لله اسم غير هذه 99، وإنما أريد به الإخبار بدخوله الجنة لمن أحصاها لا الإخبار بحصرها. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء كما ذكره الحافظ، ونقل النووي الاتفاق على ذلك. قال شيخ الإسلام: والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما. فإن في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه: أسألك بكل اسم هو لك، الحديث في الصحيحين: لا أحصي ثناء عليك، ولو أحصى جميع أسمائي لا أحصى صفاته. فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته يعبر عنها بأسمائه. هناك بعض الصفات لا يشتق منها أسماء، فلا يقال ذو اليدين، ولا يقال ذو الساق وذو الرجل، وإنما تذكر هذه الصفة في سياقها ويدعى الله عز وجل بها، وإن لم تكن بصيغة الاسم أو نشتق له اسما بهذه الطريقة. لأنه كما ذكرنا لو قلنا ذو اليدين لكان ذلك مهما للنقص،
لماذا إذا جردت؟ لكن لو قلت يا رب يداك مبسوطتان تنفق كيف شاء، فمن علي بفضلك وارزقني من سعتك من رزقك، لكان ذلك إيه؟ من أحسن ما يتوسل به إلى الله. وقول من أحصاها دخل الجنة اختلف في المقصود من الإحصاء، ربما فهم من صنيع البخاري أنه يرى أن إحصاءها واضح، كما فهم ذلك الحافظ ابن حجر، وعندي فيه نظر. وذلك أن عادة البخاري التي سار عليها في كتابه هذا أنه إذا جاء لفظ في الحديث وفي القرآن لفظ يوافقه في اللفظ والاشتقاق أنه يذكره وإن كان لا يوافقه في المعنى، وأمثلة ذلك كثيرة. فهو في قوله أحصيناه حفظناه يشير إلى قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني لا يلزم من ذلك أنه يرى ذلك كما نقل عنه الكثيرون. قال الأصيلي إحصاؤها العمل بها لا عدها وحفظها، لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق، كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لإحصائها ثلاث مراتب، الأولى إحصاء ألفاظها وعددها وعددها، أو إحصاء ألفاظها وعدها، الثانية فهم معانيها ومدلولها، الثالث دعاؤه تعالى بها كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعان، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء مسألة وطلب، وكلا النوعين ورد بهما القرآن بكثرة. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، هذا دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والفاتحة فيها النوعين. قال فلا يثنى عليه تعالى إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما لا يسأل إلا بها، ويسأل بها في كل مطلوب بما يناسبه، ويقتضيه من الأسماء الحسنى والصفات العليا الكريمة كما تقدمت الإشارة إليه. وهذا من أعظم الوسائل إلى الله تعالى وأنفعها، ولهذا جاءت أدعية الرسل مطابقة لذلك. وبهذا يتبين أن إحصاءها الموعود عليه دخول الجنة يتضمن حفظها وفهمها ودعاء الله بها، الله أعلم. قال أبو عمر الطلمنكي من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمنه من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. يقصد أنه ليس مجرد الحفظ اللفظي أو حفظ التعريفات اللغوية، وإنما أن يقوم بقلبه ذلك ويعلم ويعني يحصل له في قلبه حقائق الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.